السلام عليكم، معكم ياسمين عيش رئيس جمعية أهل الخير والعطاء. اليوم كنتواجدوا في المقر اللي كان عندنا فيه ستوك ديال القافلة لمسة الدفء السادسة، واللي الانطلاقة ديالها اليوم إن شاء الله الجمعة 14 دجنبر، اللي الوجهة ديالها إلى تارودانت بالضبط جماعة تمالوت قيادة تمالوت. وهذه المنطقة اخترناها لمسة الدفء بما أن درا فيها الزلزال وعدد الضحايا كبير، قلنا نزيدوا هذه لمسة الدفء السادسة الى هناك. طبعا الحال حنا قمنا موازاة مع الزلزال، دينا جوج ديال القوافل سميناهم لمسة حياة الى المنطقة الزلزال، ولكن حنا كل عام عندنا لمسة الدفء كنعملوها. هذه لمسة الدفء السادسة حتى هي توجهوا لديك المنطقة لان فيها الخصائص ديال المواد الغذائية العامة. القافلة تتضمن مواد غذائية عامة، اغطية، احذية، البسة وافرشة وخيام، وتتضمن ايضا بعض الخيام والادوية. كما كتعرفوا هذه لمسه الدفء هي السادسه، دوزنا 6 سنوات ديال لمسه الدفء وكانت كتستهدف الاسر 500 اسر، وصلنا الان الى حدود 2000 اسره في السنه، وهذا رقم مزيون ايجابي. وطبيعه الحال هذا راجع لفضل الله عز وجل وفضل المحسنين لانهم كيساهموا وكيبادروا لتخفيف المعاناه على الاخوان ديالنا اللي في الاطلس. من هذا المنبر كنشكر اعضاء جمعيه الخير والعطاء على المجهودات ديالهم اللي كيبذلوها بالغالي والنافس بدنيا وايضا حتى في الوقت. فشكرا لاعضاء جمعيه اهل الخير والعطاء، شكرا للسلطات المحليه لانها كتساهم هناك وهنا في التنسيق والتنظيم. شكرا لاصحاب الشركات ديال النقل كذلك كيتعاملوا معنا، وشكرا للناس اللي كيساهموا في كل سنه في كل لمسه الدفء. ومن هذا المنبر ايضا كنزيد نوجه نداء ان كما كتعرفوا الاطلس ديالنا الحمد لله هما ناس كرامين الى انهم كيحتاجوا الدعم ديالنا. فكنوجه نداء ان ما كرهناش باقي الناس خصهم يساهموا، ما كرهناش نزيدوا. كنا كنستهدفوا 2000 اسره، لما لا نستهدفوا 3000 4000؟ كنشكروا الجمعيات المجتمع المدني لانها كتساهم ايضا، والعديد ديال الجمعيات ديال طنجة تبارك الله عليهم، فهذا الشكر لهم جميعا. كنشكروا منبر شوف تي في على هذه الاستضافه وتحيه للجامع. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم زكريا السبعي نائب كاتب العام جمعيه اهل الخير العطاء. كما معلوم لدى البعض ان جمعيه اهل الخير العطاء تعمل على عده جوانب، منها الجانب الثقافي والتربوي، الا ان هذه الجوانب كلها تصب في جانب واحد وهو جانب اجتماعي، وهو راس قد نقول انه راس الهرم للجمعيه. لماذا؟ لان الجمعيه في حد ذاتها تعمل على الجانب الاجتماعي بكثره، ومن ذلك تتخذ عدة أنشطة سنويا، من بينها أنشطة من بين هذه الأنشطة لمسة الدفء التي تعد أو لا يخلو عام أو حول من السنة إلا تكون هذه الأنشطة لمسة الدفء. وكما تلاحظون اليوم تستعد جمعية أهل الخير والعطاء للمسة السادسة على التوالي.